الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. مدبولي يؤكد أن الحكومة تعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية للوصول إلى 30 مليون سائح. منتصف ليل القاهرة التاسعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، ونستهل هذه النشرة مع زميلة شاهندة عبد الرحيم. إليك شاهندة. أهلا بك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، حيث تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة والموقف التنفيذي للأعمال الجارية في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية والتوسع في شبكة الخطوط الجوية وتطوير أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، لاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها الموقع الجغرافي لمصر، وعلى النحو الذي يعزز التكامل بين قطاعي الطيران والسياحة ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومي. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. ودعا الرئيس السيسي في تدوينة له عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصر الغالية بالأمن والأمان والاستقرار. هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445. وفي برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الرئيس السيسي أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار، وتتحقق فيه الأمال والطموحات في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصر وشعبها العظيم. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 من الهجرة. وأعرب الرئيس السيسي في تهنئته لأشقائه قادة الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه وأطيب تمانيه وتمنياته لهم ولشعوبهم الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يكون العام الهجري الجديد عاما لوحدة الصف والتعاون بين شعوب الأمة، وأن تتحقق فيه الآمال والطموحات في مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع الشعوب الإسلامية. هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، متمنية أن يعيدها الله بالخير واليمن والبركات علينا وعلى بلدنا الغالي. جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1445 من الهجرة. ودعا وزير الدفاع في برقيته أن يجعل الله عز وجل عامه عام خير ونماء لمصر وشعبها وتحقيق ما يصبو إليه الوطن من الآمال والغايات لرفعة حاضره ومستقبله، مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون للرئيس الوفاء بالمهام المقدسة التي يحملون أمانتها دفاعا عن الوطن أرضا وشعبا، متأسين بالقدوة الحسنة للرسول الكريم في البذل والعطاء لرفعة مصر والذود عن أمنها واستقرارها والدفاع عن مقدسات شعبها العظيم. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة. وبعث وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية، كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد. كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية، كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اجتماعا لبحث صياغة رؤية مستقبلية للنهوض بقطاع السياحة وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص. وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على زيادة عدد الغرف الفندقية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى عدد 30 مليون سائح. وأشار مدبولي إلى استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها في زيادة الغرف الفندقية، منوها بالاستعداد للشراكة مع المستثمرين السياحيين واستغلال جزر البحر الأحمر سياحيا. ترأس دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة الموقف التشغيلي لنظم المعلومات والاتصالات بالمقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستعرض الاجتماع موقف رقمنة الوثائق الحكومية وما تم توفيره من خوادم لاستكمال أعمال الرقمنة، بالإضافة إلى موقف توفير خطوط الربط وتفعيل التوقيع الإلكتروني وما تم من تكامل بين منظومتي الأرشيف الإلكتروني والتراسل. كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لاستضافة التطبيقات التشاركية والتخصصية داخل مركز البيانات الرئيسة للدولة. وقعت قيادة القوات الجوية بروتوكول تعاون مع جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابعين لوزارة البيئة لتحويل المؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية إلى مؤسسات خضراء، وذلك في إطار حرص قيادة القوات الجوية على الارتقاء بالمواصفات البيئية داخل المنشآت الخدمية والطبية التابعة لها وفقا للمعايير والمواصفات القياسية في ذلك المجال. ويهدف البروتوكول إلى تعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها الوعي والثقافة البيئية ودمج الأبعاد البيئية بكافة المؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في حماية الأنظمة البيئية. نظمت وزارة الداخلية عددا من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت المهمة ومكافحة الإرهاب والمخدرات. تواصل وزارة الداخلية تقديم الدعم الفني والتدريبي للكوادر الأمنية من مختلف الدول لتحقيق الاستفادة من الخبرة الأمنية المصرية. في هذا الإطار
نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة ومكافحة الإرهاب الدولي والمخدرات بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. Мы научились технике использования современного оружия. Gdje su nas vrhunski obučeni policijski službenici upoznali sa načinom rada jedinice. Zahvaljujem se također ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i tako ministarstvu Egipta, vanjskih poslova Egipta. Where we were taught a lot of things, including the dismantling of firearms. We were also taught how to shoot accurately. Execute all exercises being done here, including combat activities, how to storm rooms, how to shoot in quick motion. S obzirom da ja sam zaposlen na poslovima gdje svakodnevno vršimo upade u razne objekte u cilju lišavanja slobode lica koja su sklona zloupotrebe opojnih droga. شارك في الدورات التدريبية 92 متدربا يمثلون 22 دولة أفريقية وخمس دول من دول الكومنولث، وتضمنت فعاليات تدريبية متنوعة وفق برامج تدريبية متطورة بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم الأمنية في المجالات ذات الصلة بهذه الدورات. Službenim prostorijama ANGE smo čuli zanimljive informacije o njihovoj borbi protiv organiziranog kriminala u vezi narkotika. Informacije o istoriji narkotičkih sredstva, kakvi vidi narkotika u Egiptu rasprostranjeni. Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir appliquer toutes ces méthodes de lutte contre les drogues dans nos différents pays. وقد أشاد المتدربون في ختام فعاليات الدورات التدريبية بالقدرات الأمنية المصرية بشريا ولوجستيا وبحرص مصر على دعم الأشقاء من مختلف الدول فنيا وتدريبيا في كافة مجالات العمل الأمني بما يمكنهم من الارتقاء بالأداء الأمني في بلدانهم. Il s'agit d'une formation de très qualité, de très haut niveau et surtout une formation très très enrichissante. Pourquoi? The Egyptian government is making it possible for Africans to be united as it has been done. The conducive environment which we are now, it is very good for Africa, for other Africans to gain this. Les expériences qui nous ont permis et qui nous ont édifiés et nous ont permis d'ajouter un plus par rapport à nos expériences confondues. Pour nos pays d'origine, mais aussi pour les relations entre nos pays africains avec le pays égyptien. تأتي هذه الدورات التدريبية اتساقا مع استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز على تفعيل التعاون الأمني مع الدول الشقيقة وتبادل الخبرات من أجل سلامة وأمن هذه الدول. استضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب خريجات من الدفعتين الأولى والثانية من برنامج المصريات بالخارج، والذي أطلقته الأكاديمية في يونيو 2022 كأحد برامج مدرسة المرأة لتأهيل القيادة. وتشارك خريجات الدفعتين من أكثر من 20 دولة مختلفة حول العالم، حيث استهلن زيارتهن للأكاديمية بحضور ندوة تعريفية عن مؤسسة حياة كريمة وجهودها ومشروعاتها. وخلال لقائهن الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية استعرضنا الكثير من الأفكار والأطروحات البناءة. خدمات وأهداف متنوعة يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تحقيقها منذ تدشينه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتابع المزيد عن تلك الجهود في العرض التالي مع الزميلة سارة عبد الله.
أهلا بكم. فور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام للمجتمع المدني، كانت أولى مطالبات مؤسسات العمل الأهلي بتنوعها الكبير أن تكون هناك آلية للتنسيق بين أطراف العمل الأهلي والتنموي بعضها البعض. من هنا جاءت فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي نشأت بشكل طوعي وتلقائي من خلال حوار مجتمعي موسع. تشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لم يتعارض مع وجود الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كمظلة للجمعيات الأهلية بحكم الدستور والقانون، فالتحالف يستهدف جميع الكيانات التنموية التي تعمل في مجال العمل الأهلي وتقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين. ولذلك يضم جامعة القاهرة بكافة مستشفياتها بيت الزكاة والصدقات المصري، وهذه كيانات بحكم القانون لا يمكن أن تدخل تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. أما عن الإمكانيات التنظيمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فالتحالف يتكون من 34 كيانا تنمويا وخدميا، ويتواجد التحالف في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية، ويصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى كافة مستويات التنظيم الإداري من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، وأكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، و5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية. أما بشأن الموارد البشرية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يضم التحالف 18600 موظف وعامل داخل مؤسساته، و251 ألف متطوع شاركوا في أنشطة التحالف الوطني عام 2022. وإلى الأهداف الاستراتيجية لخطة التحالف 2023، فمنها ضم أكبر عدد من الكيانات التنموية والخدمية تحت مظلة التحالف، والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقاً. أما عن جهود التحالف، فقد نجح في تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً، وقام بإنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، إلى جانب دعم عدد 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية. خلال عام 2023 نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم دعم نقدي شهري ل 400 ألف أسرة بإجمالي 1.3 مليار جنيه، كما تم تقديم دعم نقدي موسمي لمليون أسرة بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه. بشأن الرعاية الصحية، نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم رعاية متقدمة داخل مستشفيات التحالف الوطني لمليون مريض بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وتقديم رعاية صحية أولية من خلال القوافل الطبية لخمسة ملايين مواطن بتكلفة 170 مليون جنيه، كما تم دعم المستشفيات الحكومية بأجهزة ومعدات بتكلفة 260 مليون جنيه. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال عام 2023 قام بتوفير 30 ألف مشروع جديد بتكلفة 750 مليون جنيه، إلى جانب تقديم فرص تدريب وعقد ملتقى توظيف لتوفير 8000 فرصة عمل. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وأسباب تدشينه وما قدمه من خدمات وما يضم من إمكانات تنظيمية وموارد البشرية. شكرا لطيب المتابعة.
أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق مؤسسات أبو العنين الخيرية إحدى كيانات التحالف بتعاون مع وزارة الصحة مبادرة 100 يوم صحة للكشف عن الأمراض المزمنة لأهالي محافظة الجيزة بداية من الأطفال حديثي الولادة حتى كبار السن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. اهتماما بالملف الطبي الذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استضافت مؤسسة أبو العنين عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة 100 يوم صحة للكشف على كبار السن ودعم صحة المرأة وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى الكشف المبكر على الأمراض المزمنة. بنستضيف هذه المبادرة، وهي مبادرة عظيمة احنا بننظر لها منظور ان الدولة المتقدمة ضمن الدول المتقدمة اليوم هي مصر على إيد معالي فخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهاته للمحافظة على صحة المواطن المصري. الهدف من المبادرة الأساسي هو تقليل العبء المرضي عن المواطن المصري، بحيث هو الاتجاه للوقاية. معظم المبادرات هدفها الكشف المبكر قبل خطوة العلاج، فده بيقلل العبء المادي على المواطن وعلى الدولة. إشادة كبيرة من الأهالي بهذه المبادرة التي تشتمل على جميع التخصصات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، كما تقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم. جميلة جدا، من كل حاجة، إشاعات، تحاليل، كشف، كل حاجة، وهنا الدكاترة ممتازة. بصراحة قابلونا كويس ودخلونا، يا ريت تفضل المبادرات دي موجودة على طول. حللت لي سكر وكشفت لي ضغط، والدكتور هنا حولني اسنان على القصر ولسه عامل رسم قلب. المبادره اللي الرئيس السيسي عاملها لنا لبتوع الجيزه يعني مبادره جميله جدا جدا، يعني احنا بنشكره. هو بيحاول ان هو يعالج المصريين كلها، وان هو قضى برضه على فيروس سي. مبادرة 100 يوم صحة هي استكمال لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيقا للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والتي بدأت بمبادرة 100 مليون صحة، والتي كانت بمثابة تحدي كبير لدى الدولة المصرية في التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على المواطن بهدف خفض معدلات الوفيات. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة في محافظة الغربية بقرية صنباط مركز زفتة، والتي تستمر على مدار 5 أيام لتقديم مختلف الدعم من الخدمات والأنشطة للأهالي في القرية والقرى المجاورة. يأتي ذلك استكمالا للدور الذي تقوم به المؤسسة في تطوير وتنمية قرى الريف المصري لدعم الفئات الأولى بالرعاية. استكمالا للدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تطوير وتنمية القرى البسيطة لدعم الأهالي الأولى بالرعاية، واصلت مبادرة أنت الحياة للمرة الثانية في محافظة الغربية وتحديدا في قرية صنباط التابعة لمركز زفتة، لمد مختلف أشكال الدعم للقرية وأيضا للقرى المجاورة. الخدمات اللي بتقدمها أنت الحياة بتتنوع ما بين خدمات التوعية، وكمان مع خدمات التوعية خدمات دعم مجتمعي. احنا عندنا فكرة في مؤسسة حياة كريمة ان احنا مش بنقدم توعية فقط، ولكن التوعية لازم نلحق بيها خدمة. المبادرة هتكون على مدار 5 أيام. أنت الحياة فيها أنشطة بتهم الأسرة المصرية كلها، بداية من الطفل لحد الأب والأم والجد والجدة. تتنوع أنشطة وفعاليات هذه المبادرة لتستمر على مدار 5 أيام، لتبدأ أولى أيامها صباحا بعقد ندوة توعوية إرشادية للسيدات حول الإرشاد الأسري، فضلا عن تقديم تدريبات لشباب الخريجين على استخدام التكنولوجيا الحديثة، كذلك التدريب على المهارات الوظيفية. استفدنا كتير قوي، يعني كان في أنشطة كتير، مثلا كان في ندوة عن إزاي نحضر نفسنا لسوق العمل وإزاي بنعمل CV. كنت استفدت جدا، فأنا بقول برضو الناس اللي هي بتسمع وما بتجيش فايتها كتير. سمعت من صحابي عن حياة كريمة ان هي منظمة دورة للذكاء الاصطناعي، ان احنا ازاي نتعلم، وتعلمنا النهاردة واستفدنا منها كتير جدا. لم تقف أنشطة المبادرة عند هذا الحد فحسب، بل امتدت لإقامة مسرح ترفيهي للأطفال، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة لتنمية الملكة الإبداعية لديهم. من
بنقدم مجموعة جميلة جدا من الأنشطة وكبيرة، منها للطفل ومنها للمرأة ومنها للشباب. احنا عندنا مسرح العرايس وعرايس المارنيت والبلياتشو بنقدمه للأطفال، بيلاقي رواج كبير جدا عندهم، بالإضافة ان احنا بنقدم ورش فنية. جاي عشان ألعب، واتفرجت على مسرحية وحاجات حلوة، حاجات جميلة، ولعب كورة ودورات ومسرحيات. استمتعنا كتير واتكلمت لنا عن صحتنا عشان ما نشربش سجاير وندمر صحتنا. الفعالية مستمرة لتقدم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في العديد من التخصصات بالمجان، فضلا عن صرف العلاج من الصيدلية الإكلينيكية بالمجان. المريض بيجي بيكشف في العيادة اللي هو جاي يتردد عليها، وبعد كده وبيعمل كمان تحاليل تبع مبادرة حياة كريمة بالمجان، وبعد ما بيخلص خالص بيجي هنا الصيدلية بروشتة بتاعته بيصرف العلاج، كل ده مجاني. والله نشكر السادة المسؤولين اللي عملنا اليوم الممتاز ده، والدكاترة واقفين وبعونونا. أنا تبع حياة كريمة، الناس تعبانة بعونوها وبشلوها وجيبوا لها علاجاتها. عملنا الكارت وعملنا التحاليل وبنصرف العلاج مجانا من الضغط. الناس كويسين جدا، وكشفت ومية مية وخدت العلاج كمان مجاني. هؤلاء هم غارمين وغارمات جاءوا إلى مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة أنت الحياة التي كانت طوق النجاة بالنسبة لهم، حيث استقبلت حياة كريمة بالتعاون مع مصر الخير طلبات الغارمين تمهيدا لبحث حالتهم للإفراج عن ذويهم، كما تم عقد ندوة توعوية حول مخاطر الغرم وكيفية تجنب الوقوع فيه. وبسطوني وتمام التمام، وبشكرهم هم حياة كريمة والرجالة بتوعهم كلك أحسن ناس. أنا كان عندي كارت كنت جايبها لابني، كان تعبان وكنت بعمل له أشعة ورسم مخ عشان عنده كهرباء زيادة عنه، فالظروف ما سمحتش بعد ما جوزي متوفى ما عرفتش أسد، فأنا عرفت إن حياة كريمة بتسد الكروت للناس، فأنا جيت عشان كده. الحمد لله ناس كرمة وكويسين والحمد لله، وربنا يعينهم للناس الغلاب. أنت الحياة مبادرة تعمل على قدم وساق في شتى أنحاء الجمهورية لتقديم الدعم وتيسير الحياة على الأهالي، ليكون تطوير وتنمية المواطن البسيط على رأس أولوياتها. أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات العمل المناخي والانتقال العادل. وخلال مباحثات مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي سيليون هارت، أشارت الوزارة إلى أن الدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاحا كبيرا، مشيرة إلى أن عملية التقييم خلال الدورة الثانية للمبادرة ستشهد تقييم المشروعات بناء على عدة معايير، بما في ذلك الأثر البيئي وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومستوى الابتكار واستخدام التكنولوجيا الذكية، وكذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مع إمكانية توسيع المشروع وقابلية التطبيق واستدامة نتائجه. مهرجان العالمين أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط. في مدينة العالمين الجديدة أكبر نجوم الوطن العربي، أضخم الأحداث الفنية والرياضية، مع أهم حفل لتوزيع الجوائز في الشرق الأوسط، ولسه أكتر في مهرجان العالمين. مهرجان العالمين، العالم عالمين. يواصل مهرجان العالمين الجديدة فعالياته بتقديم العديد من الأحداث الفنية والترفيهية، والذي يستمر طوال موسم الصيف. وتصدر المهرجان محركات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث عبر جوجل خلال الأيام الماضية. يقام المهرجان للمرة الأولى على أرض مصر، ويستهدف تدشين أكبر تظاهرة ترفيهية فنية رياضية في الشرق الأوسط بحضور أكثر من مليون زائر. المزيد عن فعالية مهرجان العالمين الجديدة والرسالة التالية لزميلة دانا مدحت. أهلا بكم وأهلا بكل مشاهدي أكشن نيوز في كل مكان. مشاهدينا الكرام، بالفعل أنا متواجدة الآن في مدينة العالمين الجديدة، وبالتحديد في الممشى السياحي العالمي، وهذا الممشى الرائع جدا والذي طبعا يعادل كورنيش محافظة الإسكندرية لأنه يبلغ طوله حوالي 14 كيلومتر. مدينة العالمين الجديدة الحقيقة بتشهد حدث مهم جدا، حدث ترفيهي أكبر في الشرق الأوسط، لأنه هناك حوالي 14 نشاط
ويتمتع بالزخم الثقافي والترفيهي والفني وحتى الرياضي والتراثي. خلينا نتكلم مشاهدينا الكرام في البداية نتحدث عن مدينة العلمين لأنها الحقيقة هي ترمز إلى كل إنجازات السيد الرئيس خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتعتبر رمز للعمران الفعلي والحقيقي خلال 10 سنوات أو 9 سنوات الماضية. هذا الحدث يعتبره البعض بأنه سيكون خطوة جديدة وجدية وفعلية للترويج للسياحة المصرية في الفترة القادمة، ويضع مصر في مصاف السياحات أو مصاف كل وجهات السياحية العالمية. ده غير أنه هو بيعرف كل يعني الناس وكل المواطنين بمقام السيد الرئيس من إنجازه من ثورة عمرانية هائلة خلال السنوات الماضية. خليني أتحدث معكم مشاهدينا الكرام عن مدينة العلمين بصفة عامة، لأن هي الحقيقة بتشهد هذا الحدث الكبير وفيها العديد من الأنشطة على مدار هذا المهرجان، لأن المهرجان سيكون في حضور لعدد من الفرق واتحادات دولية لمختلف الرياضات المختلفة. سيكون هناك يعني من المتوقع استقبال 1,000,000 زائر، وبالفعل تم استقبال العديد من السياح سواء كانوا الأجانب أو حتى من بعض الدول الخليجية أو حتى الدول العربية. الآن في هذا الممشى الحقيقة الأجواء مبهجة جدا وكلها سعادة وفرح، لأن هناك على طول هذا الممشى العديد من الناس اللي بيتمشوا بيلعبوا رياضة مختلفة أنواع الرياضات. هناك ممارسة لدرجات سواء كانت الهوائية أو حتى السكوتر الرياضي. هناك أيضا كافيهات ومطاعم بطول هذا الممشى. خلينا نتكلم مع حضراتكم بأن هذا المهرجان وهذه المدينة لها أهمية اقتصادية كبيرة جدا لأداء المصرية، لأنها بتربط الحقيقة ما بين 3 أماكن سواء كان برج العرب أو حتى مرسى مطروح أو سيدي براني. علشان كده الدولة المصرية تسلط كل الأضواء الآن على هذا المهرجان لما له من أهمية اقتصادية الحقيقة كبيرة جدا بالنسبة للدولة المصرية. مثلت مدينة العلمين مشاهدينا في الفترة الماضية استطاعت أن تكون وجهة سياحية لكل السياح من مختلف دول العالم، وحتى إن هي كمان فيها بتعرف كل الناس بهذه المدينة لأنها تمتلك العديد إذا أمكن القول من المقومات والعوامل والمؤهلات التي تجعل من مدينة العلمين مقصد سياحي عالمي على مدار العام، وحتى مدينة مستدامة على مدار العام. سيكون هناك برضو على مدار انعقاد هذا المهرجان والذي سيستمر فعالياته الحقيقة لحد يوم 26 من شهر أغسطس القادم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والحفلات، حتى إن هيكون هناك أكثر من 40 مطرب سواء كان مصري دولي خليجي سيقدموا العديد من الحفلات الغنائية. على ذكر الحفلات مشاهدينا، هيكون هناك حفلة للمطرب العربي والمصري النجم تامر حسني يوم 21 يوليو الأسبوع القادم في العطلة الأسبوعية، ده إلى جانب بالتأكيد عدد من الأنشطة الرياضية التي ستقام خلال هذا الأسبوع، منها عرض للطائرات، عرض لرياضة البادل، وحتى عروض للعبة أو رياضة التجديف، ده إلى جانب عدد آخر كبير جدا من الرياضات. طبعا سنوافيكم مشاهدينا الكرام بكل ما هو جديد على مدار الساعات القادمة وحتى النشرات والتغطيات. يعد حي الأبراج بمدينة العلمين الجديدة من أكثر الأحياء إبهارا بالمدينة، حيث يضم الحي 15 برجا ويبلغ ارتفاع كل برج 41 طابقا. نتابع العرض التالي والمزيد عن هذا الحي. We'll be right back.
وافقت بكين والجزائر على تعزيز التعاون السياسي والأمني والدفاعي فضلا عن زيادة حجم التجارة الثنائية. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بكين. وقال الرئيس الصيني إن البلدين اتفقا على توسيع التعاون الثنائي في التكنولوجيا الفائقة مثل تكنولوجيا الفضاء والطاقة النووية والمعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة. من جهة أخرى رحبت الصين بمساعي انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس. سلمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة هيئة الأمم المتحدة في مدينة رام الله مذكرة احتجاج عاجلة موجهة للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش ضد انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الكوادر الطبية. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية دعت إليها وزارة الصحة أمام هيئة الأمم المتحدة في رام الله. وقالت الكيلة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يعتدون بشكل متعمد على الكوادر الطبية والصحية ومراكز العلاج والمستشفيات والسيارات وطواقم الإسعاف، وهو ما يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة، مطالبة بالتحرك الدولي العاجل للجم ممارسات الاحتلال والمستوطنين العنصرية. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين البلدة القديمة من القدس المحتلة بمسيرة استفزازية رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية ورددوا هتافات مناهضة للمواطنين المقدسيين. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الحارات والأزقة لتأمين الحماية للمستوطنين ولتسهيل مرورهم، كما أغلقت الطريق إلى باب الأصباط أمام المصلين الخارجين من المسجد الأقصى بسبب المسيرة. توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على رأس وفد رفيع من الأمانة العامة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. تشمل زيارة الأمين العام محادثات موسعة بين وفد الأمانة العامة وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية لإطلاق حوار استراتيجي بهدف تبادل الرؤى حول النزاعات والقضايا الإقليمية والدولية المهمة وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن استمرار بلاده في دعم أوكرانيا في أزمتها أمام روسيا. وأوضح أوستن أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي. كرملين راهن على أن هذه الحرب يمكن أن تحقق أهدافهم، ولكن العدوان الروسي والكثير من الأعمال العدائية كان صادما للعالم بما في ذلك الحلفاء موسكو. وهذا يذكرني بما ذكرته من قبل بشأن الحسابات الخاطئة من جانب بوتين، إن لقد ذكر أن أصدقاء وحلفاء أوكرانيا سوف يهربون من هذه الحرب، ولكن ظهر تماسك أكبر. من خلال العمل الجماعي لقد حققنا الكثير من الإنجازات غير المعتادة، واليوم في مجموعة العمل اتحدت وبرهنت على تماسك الجهود. نحن مصرين باستمرار الدعم لأوكرانيا تحقيقا لحريتها مهما طال أمد الحرب. نفت وزارة الخارجية الروسية بيان ألمانيا والدنمارك والسويد بشأن إطلاع موسكو على تحقيقات نورد ستريم. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن البيان غير مطابق للواقع، موضحة أن سلطات الدول الثلاث رفضت التعاون مع الجانب الروسي في تحقيق نورد ستريم، وأشارت إلى أنهم لم يتقدموا بأي إجابات واضحة عن الطلبات الرسمية لتبادل المعلومات ذات الصلة.
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن خطط لزيادة إنتاج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس وإطلاق إنتاج معدات عسكرية أثبتت كفاءتها في منطقة العملية الخاصة، وأضاف أنه من بين الأسلحة التي يرتفع الطلب عليها معدات الحرب الإلكترونية والاتصالات التقنية ومعدات الملاحة. أعلن وزير الدفاع البولندي نشر لواءين عسكريين على الحدود الشرقية للبلاد بسبب وصول قوات مجموعة فاغنر العسكرية إلى بيلاروسيا. وقال وزير الدفاع البولندي إن بلاده على علم بالتهديدات التي تحدث في الشرق. كان الرئيس الروسي وضع مقاتلي فاغنر أمام ثلاثة خيارات بين التعاقد مع الجيش الروسي أو ترك الأسلحة والعودة إلى عائلاتهم أو السفر إلى بيلاروسيا. اعتبر رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا ان توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون بمثابه اعلان حرب على روسيا في خضم نقاش وطني حول استقبال البلاد للرئيس الروسي للمشاركه في قمه براكس. وتمت دعوه بوتين الى قمه دول براكس التي تضم بالاضافه الى جنوب افريقيا البرازيل والصين والهند وروسيا، وتستضيفها جوهانسبرغ بدايه من 22 من اغسطس. وتستهدف المحكمه الجنائيه الدوليه رئيس بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا. صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه تلقى بلاغا من وزارة العدل بأنه هدف للتحقيقات في الجهود لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020. وقال ترامب إن أمامه 4 أيام للمثول أمام لجنة المحلفين. يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير إخبارية بأن الرئيس الأمريكي السابق قد يواجه اتهامات ذات صلة بمحاولاته البقاء في المنصب عقب انتخابات الرئاسة عام 2020 وفقا لمراجعة للقضية أجراها خبراء قانون. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان. يأتي ذلك في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سول وبيونغ يونغ. قال مسؤول أمريكي إن المواطن الذي عبر إلى الجانب الكوري الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح هو جندي أمريكي. وكانت الأمم المتحدة أفادت في وقت سابق بأن بيونغ يانغ اعتقلت مواطنا أمريكيا عبر الحدود. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الجندي اعتقل خلال جولة أمنية في المنطقة بعد أن عبر الخط الفاصل بين كوريا الشمالية والجنوبية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي. وخلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أكد غوتيريش أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم لأغراض خبيثة، كما أكد أن التطبيقات الاصطناعية سيكون لها تأثير على الأمن العالمي. كما دعا غوتيريش لإنشاء هيئة دولية بشأن الذكاء الاصطناعي. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من حدوث مخاطر النوبات القلبية ووقوع وفيات مع اشتداد موجة الحر. وفي تصريح للصحفيين في جنيف قال جون نيرن المستشار الرفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن شدة هذه الأحداث ستستمر في الازدياد، وعلى العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة. بالتزامن مع موجة حر شديدة تعاني منها مناطق عدة من الكرة الأرضية، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من حدوث مخاطر النوبات القلبية ووقوع وفيات مع اشتداد موجة الحر.
المنظمة أشارت إلى أن درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وأسيا ومناطق شمال إفريقيا والبحر المتوسط ستكون فوق 40 درجة مئوية لعدد كبير من الأيام. كما تم تحديد درجات الحرارة الدنيا بين عشية وضحاها لتصل إلى مستويات عالية جديدة وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مما يخلق مخاطر زيادة حالات الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات. المنظمة أشارت إلى أن شدة الحرارة ستستمر في الازدياد، وأن على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة التي ترافقها حرائق تسببت في العديد من الوفيات وإجلاء آلاف السكان من منازلهم، بالإضافة إلى الضغط على شبكات المياه والكهرباء. ارتفاع درجات الحرارة القياسي يعود إلى ظاهرة القبة الحرارية التي تحدث في طبقات الجو العليا، حيث تكون درجات الحرارة متدنية في الوقت الذي تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة في طبقات الجو الدنيا. وتشهد الكرة الأرضية مستويات قياسية من درجات الحرارة أدت إلى موجة قيظ وحرائق غابات استدعت إجلاء الآلاف وتقليل السكان من ممارسة أنشطة نهارية خارجية. وضقت سلطات صحية في دول عدة في أوروبا وأسيا وأمريكا الشمالية ناقوس الخطر، وحضت السكان على شرب المياه والسوائل والاحتماء من الشمس في توجيهات تشكل تذكيرا جديدا بمخاطر الاحترار العالمي. يأتي هذا بينما قدرت لجنة تابعة لمجموعة العشرين أنه سيتعين أنفاق حوالي 3 تريليونات دولار سنويا حتى عام 2030 من أجل الاستثمار في مجال العمل البيئي ومواجهة تغير المناخ. اختتمت فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس شمال إفريقيا 2023 الذي استضافه البنك المركزي المصري على مدار يومين، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن الموضوعات التي ناقشتها جلسات المؤتمر بمشاركة مجموعة متميزة من الخبراء المحليين والدوليين وشركات التكنولوجيا المالية تدعم جهود الدولة للتوسع في إتاحة المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية. استمعنا إلى آراء الخبراء التي عرضت بشكل متوازن واقع عالمنا اليوم وما طرأ عليه من متغيرات، ولا سيما حجم التحديات التي تفرضها تطورات التكنولوجيا المالية على طبيعة الخدمات المصرفية والمالية. كما أن المؤشرات الإيجابية التي تضمنها تقرير منظور التكنولوجيا المالية لعام 22 تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح ومضمون فيه، وأن جهود الدولة المصرية ومن ضمنها جهود البنك المركزي بدأت تؤتي بثمارها فيما يتعلق بحدوث طفرة كبيرة في مؤشرات منظومة التكنولوجيا المالية، حيث تضاعف أعداد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة بالسوق المصري ونجحت في الوصول إلى أعداد غير مسبوقة من العملاء، بالإضافة إلى اكتتاب استثمارات بحوالي 800 مليون دولار خلال 22. أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الاقتصادي الرقمي، وهو الأمر الذي كان له مردود إيجابي في تحفيز منظومة التكنولوجيا المالية وتبني المواهب والكوادر في مجال التكنولوجيا المالية. إن شبابنا على وعي بأهمية التكنولوجيا المالية، وهو ما كشفه الإقبال على مسابقة مواهب التكنولوجيا المالية فينتك جود تالنت التي أطلقتها مبادرة فينتك إيجيبت التابعة للبنك المركزي المصري والمعهد المصرفي المصري والجامعات والبنوك المشاركة بمبادرة فينيولوجي لتشجيع الشباب على الابتكار وتبني المواهب والكوادر الشابة في مجال التكنولوجيا المالية. وختاما، فإنني أؤكد على أن استضافة هذا المؤتمر ورعايته يأتي في إطار توجه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الاقتصادي الرقمي،
فجميع أجهزة الدولة تساند جهودنا في تحفيز منظومة التكنولوجيا المالية، ونحن مستمرون في مبادراتنا لتشجيع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومجتمع ريادة الأعمال وكوادر التكنولوجيا المالية الشابة بهدف دفع منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصري. أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع عقد إنشاء مصنع للملابس الجاهزة لإحدى الشركات الصينية. يقام المصنع على مساحة 83 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليون دولار على مرحلتين. يأتي هذا الاتفاق في إطار خطة المنطقة الاقتصادية لتنمية وتطوير مناطقها الصناعية التابعة وتوطين الصناعات المستهدفة ضمن رؤيتها الاستراتيجية 2020-2025. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاح خدمة تموين سفينة حاويات عملاقة بميناء غرب بورسعيد خلال عمليات التداول والتفريغ. وذكر بيان المنطقة الاقتصادية أنه تم تزويد سفينة الحاويات العملاقة بنحو 110 أطنان من الوقود مع اتخاذ كل الإجراءات للسلامة البيئية والأمان وتطبيق المعايير الفنية المتبعة وفق الأكواد المصرية العالمية أثناء تقديم الخدمة، فضلا عن تنسيق إدارة الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع هيئة قناة السويس وشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتنفيذ هذه العملية بنجاح. انطلقت فعالية منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية بمشاركة رؤساء كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء في هذا القطاع الحيوي. وفي كلمته أعلن وزير البترول طارق الملا أن مصر ستعلن عن مجموعة من المزايدات للمعادن النفيسة والأساسية بما في ذلك الفوسفات والكبريت والبوتاس في الربع الثالث من عام 2023. رياضيا، أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميا مع لاعب الوسط إمام عاشور قادما من صفوف ميتلاند الدنماركي بداية من الموسم القادم. وقال النادي الأهلي في بيان على موقعه الرسمي إن إمام عاشور انضم إلى الفريق لمدة 5 سنوات قادمة لينتهي عقده في 2028. خاض اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 7 مباريات مع الفريق الدنماركي، سجل خلالها 2. يختتم فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود اليوم في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري الممتاز، ويسعى الأهلي للفوز على الحرس لإنهاء الموسم الحالي بلا هزيمة. وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري للمرة 43 في تاريخه عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف. يبدأ فريق نادي الزمالك الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية من السبت القادم بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما في الدوري المصري الممتاز. واستقر مسؤولو الزمالك على سفر بعثة الفريق إلى المملكة العربية السعودية في 24 من شهر يوليو الحالي للمشاركة بالبطولة العربية. ويبدأ الزمالك مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي 28 من شهر يوليو، ثم بمواجهة الشباب في 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر في 3 من شهر أغسطس القادم. يواصل الدولي المصري محمد صلاح تدريباته مع فريقه ليفربول ضمن معسكر الريدز في ألمانيا استعدادا للموسم المقبل. ويقضي ليفربول 10 أيام في ألمانيا يخوض خلالها مواجهتين وديتين. وشهدت قائمة ليفربول تواجد الإنجليزي جوردون هندرسون وسط أنباء عن إمكانية رحيله إلى الاتفاق السعودي، بينما غاب البرازيلي فابيينو مع أنباء برغبة نادي الاتحاد السعودي في الحصول على خدمته مقابل 40 مليون يورو.
شهد المسجد الحرام أعمال تغيير كسوة الكعبة المشرفة وسط منظومة متكاملة من الخدمات تراعي أعلى المعايير العالمية. أشرف فريق مختص مدرب ومؤهل علميا وعمليا على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم ونزع المذهبات واستبدال الثوب القديم بالجديد وأخيرا إسدال الكسوة. حالة الطقس مشاهدينا، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجة الحرارة المتوقعة. نهاية نشرة الأخبار، إليكم تذكرة بأهم وأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. مدبولي يؤكد أن الحكومة تعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية للوصول لـ30 مليون سائح. لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلي محمد المهدي وهذه تحياتي أنا شاهين عبد الرحيم، دمتم في أمان الله.